كديري لاباس عليكم؟ بخير، اموركم على خير. كنتمنى تكونوا كاملين في صحة جيدة. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد او مقلب بعد اول مقلب من بعد الحمالة اليوم ما خرج لي عقل. مهم، احنا يلا دخلنا دابا. كنت قديت التقدية وكنت حطيتها في المالة، ومن فاش كنا طالعين هزينا التقدية باللي بان لي هذاك ديال الزيت ديال الفيدونج ديال الطوموبيل، ويطلع لي واحد الفكرة وانا نهزو مع داك ما نزيدش مع ديك التقدية. قلت نطلع للدار باش ندير يوسف المقلب. المهم كنا طالعين لقينا الجيران كانوا دايرين هذا، دايرين شي مع على حسب السانديك وداك الشيء. اللي حسن الحظ بقى معاهم لتحت. انا طلعت دغيا بدلت عليا حوايجي وقلت ندير معاكم دابا المقدمه بيد ما يجي بيد ما يدخل. قبل زعما ما يدخل ندير معاكم المقدمه، ونقاد الكاميرا ونقاد كل شيء باش غير يجي وندير ندير المقلب. مهم خليكم معايا وما نقولش لكم كيفاش داير هذا المقلب، ولكن طاحت لي فكره، طاحت لي براسي قلت شنو ندير. انا اصلا كنت باغا ندير ليسونس، ولكن ليسونس ما عنديش كيفاش غادي ندير، من غادي ناخدو فهمتوني. وقلت اللهم ندير بحال هكا، زيت ديال البيضه، زيت ديال البيضه، راني كنتوحب على زيت ديال البيضه ونجبد نشربو. المهم انا قلت لكم دابا شنو كان، غادي نشوفو الرياكسيون ديال يوسف كيفاش غادي تكون. انا غادي نحط الكاميرا نقاد هنايا، على ما يجي غادي ديك الساعه نخدمها، وغادي نجي نجلس حداه نجيب كاس ونجيب داك القرعه ونشوف واش غادي شنو غادي شنو غادي يدير. ما غيشوفني كنكب في الكاس وغنشرب. نقول له انا بغيت داكشي، بغيت ما بغيتيش، ما بغيتيش تعطيني، ما بغيتيش تخليني نشرب هاد الزيت ديال الفيتون. واخا يلا جيب لي ليسونس. بغيت نشم غير شي ريحه. انا راه ما كنحملش ريحه ليسونس. المهم خليكم معايا باش نشوفوا هاد البرانك كيفاش غادي يصدق. الا صدق زوين راه، وما عاقش راه غادي نحطو عاقره مشوني مشتكم. خليكم معايا وما تنساوش لي اول مره كيشوف القناه ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس وتخليو لي تعليق زوين، وتخليو لي تخليو لي لايك في الفيديو باش هكا نزيد نخرجها منه. من حد البدايه ديال اللوحه نزيد نخرجها منه. المهم خليكم معايا. أسوأ من مقلب البيتزا. كفاك مزاحل، انا عارف انه انت. ليس انا. مرحبا، خدمة طلب في استعادتها وظيفها. سلام معايا. شكون تلقى السخونية؟ ما عمرك تلقى تلقى لي برودة. عطرني راسي باش نشرب مغنيسيوم. مرحبا بكم. ماذا؟ أتلاحظون شيئا غريبا يحدث هنا؟ يحاول التعرف. أنا كنت لكم. سمعت ذلك؟ اطرق المسجل، لقد عدنا الى الثمانينيات. هذا غير مطمئن. اعرف، انا لا اشعر بحنين للماضي. الطريقه الوحيده للعوده لزماننا مقلب اقوى من مقلبك. فليكن. مرحبا. الستينات ترغب في استعادتي. لا استطيع. شنو هذا؟ الزيت من الطوموبيل. شنو هذا؟ شربي شوية من الزيت. ما كي وليتي كونغو. شنو هذا؟ شنو هذا؟ شنو
لا لا انا بغيت وخلي ليا وسيتي حظك راه جاتني عندي ترى الزيت هذا الطوموبيل ماشي زيت العود هذا عرفت هو زيت العود ماشي زيت العود عرفت ماشي زيت العود زعما شنو هو الزيت ديال الطوموبيل ما غتشربي ما كنتش بنقول لك عطيني شويه ديال ليسونس ولكن ما عرفتش واش ندير دار خوارك كنضحك راسي كيلقيت ديال الرد وأري يبدأ بأنها شرب لا عبر ندق منه بغى ندق منه شوية أقبيل أشرب شوية بحالة حسيت بس حبي مناظر شربي غد ديماري هذا برودوي شيمي أولا ديماري ليس الديماري هذا الطموبيل انا عيط لامك ولا باك نقولها لك الا قال لي يعطيها انا وتشربي الزيت ديال الطوموبيل اللي متي وداكشي اللي في كلشي ويك هو زيت زيت بحال زيت العود بحال زيت البندي الرومي بحال عرفتي ما فيه من والله ما لقاش الخبز طلع لي بالدم اكيد الزيت طول تحت الدم وانا بغيت هذا بغيت هذا الشيء ما تريحش وجبتني هذا خبز بغيتي غمسي بغيت غمسي الزيت في الطوموبيل محم مشعل بس خوف انا جاي محم عندك هذا اللي غتولي يخرج ميكانيسي راسي دابا انت فاش درتي هذا قلت لك شي حاجه قلت لها الدواء ايوا انا قلت لك انا داير هنايا ليسونس عطيني نشرب هذا راه زيت زيت ديال الطوموبيل ماشي زيت العود واخا يلاه بابا جيب لي شويه ليسونس جيب لي شي شيفون ولا شي حاجه شم راه شميت الله ريحتك الله ريحتك زوينه شنو خدي التفاح خدي شي حاجه واش تجهلتي ولا مالك عطيني ناخذ شويه شربتي ناكل غادي نشرب الماء مورا باش دغيا يدوز لي والله انت عيطت بوك نقولي بنتك باغا تنتحر واش نخليها تنتحر ولا لا واش تسطيتي لا لا يا الهبه جيب لي شويه ليسون اشي حاجه نبقى نشمها حيت ولا كنشم نبقى نشم حتى الغدا وديك ستاسيون حلي في مو ولي دير لها شي الفري هبيله لا ليسون صافا نشم باش نشم ريحتك شم كري ولا جيت الكولا صافي الكولا نيت باش يخرج مونغوليان بغيتش ناكلها غادي تشمها غادي تشمها ولكن هذا بغيت ناخذ منه شويه ضرب والله انت جبتي لي الضحكه ملي تنضحك عيني تنحس بيه مرا عرفتي راسي العالم بيض هو تبغى تفرك راسك سر نعس خليني توضى يصلي يقول هذه ولا مشطرجي ومحضر عقلك الله ينعلو خزيري ويلي على راه الشيطان ملي سمعك غتشربي ليسونس راه سلم باش ما تقتل لي راسك شي نهار ما نكونش ولا شي حاجه عرفي راسك انا كنتبرك هذا الشيء ليسونس الكولا داك الشيء غتكولي غتدي لي موطور راه سم هذا الشيء ما سمش ما وقع سم هذا سم ياك هو الزيت ما فيه شي حاجه وماشي الزيت اللي كيتكال هذا الزيت مخرجينه من البترول تي دابا ماشي تيجو اصلا عندي اصلا نظر لي غادي نرد وقبيله شربتو ما ضرنيش كون دار لي كون ردي شربتي شربتي من شويه نوضي طرطي نوضي ردي لا هو ما فيه نوضي ما فيه ردي لا نوضي نوضي لا خليني تشربي الحليب بلاتي واش تكذبي يا ردان يوسف الله يتهبيه اسمح قليلا واش بغيتي الزيت خليني نشرب الزيت شربي الحليب ماشي حيد لك السم اللي في كلشي كدا ما غادي ليا والو انا بالعكس انا عاد حسيت براسي ملي فيه عاد مابقاش بلا ما كانت فيه الذكرى عاد كنت حبسها كبير جيتي ولا لا علاش كبيت ليا في الكاس دابا علاش شربي الحليب بغيت هذا نكب فيه علاش بغيت نعيط دابا نقول لها علاش شوف كل بنت بغات تصور على الحم هذا ما كتعرفش شنو الحم نسولها نقول لها خالتي واش فايت التوحم ايوا ايوا تقدر تكون وراك اللي توحمت على هذا الشيء توحمت على الكبريتي ما عرفتش كاين اللي كيتوحم على الفاخر كيتوحم على شي مكنوات انواع الالعاب ما تعيطش انا عيط ليها بالله ولا لا ما تعيطش ليها لا نقول لها راه شربات الزيت واه راه ليا ولا ما تعيطش
شتي تسطيتي. والله جا هي اختي وحق دابا راه هادشي اللي فيه الداخل باين. دابا حولك مرفوعه شو كدير كتباني بحال مشمكرا سكرانه شي شاربه الزيت معرقازي شاربي الحليب. اصلا قبيلك الحسن شاربي الحليب راه تصبحي ميتة تصبحي مكوفر تم غادي انا للحبس شربي ما كثر شربتي من الزيت ومالو غيتي قبي انا مصابه تفيدي لي يدي انا اللي خديته ومني خديتي خديته من الله وبيتنا الله يحفظك فانا دابا تاريخ من المساعده ما حفظك دابا ما درتش لي الحلاوه كون خليت نجرب الزغبه كنمشي للنعاس شربي الحليب هو خطر ديه الدنيا هانية الحليب هاد الشيء راه ما تيتكاش راه ماشي الزيت ديال العود اللي تتغمسي ولا الزيت الرومية ولا البلدية هذا الشيء ما كيعجبنيش زيت محرك هذا مابقاش كيعجبني انا الحليب ودارون مابقاش كيعجبني واش تيروب الزيت ديال الموطور ريحك وريحي غنشربها عاشقي هاديك الغطا نشربها انا ما قديتش نشمو باز اختي لهاد الوحل هذا ما فهمتش انا يلا عطينا نشمو كامل واش انا نشرب انا نبقى نشمو وحيد نسول ماما كنا قالت لي اه خلي الله يسخر تكونوا نتوما العائله ديال الروبوات وانا ما في خواري يلا عاد ماما سول والله حتى نعيط لها النقود عيط لها ندير لك الغبار لها شو تقول لها؟ نقول لها خالتي راه حياة توحمات على الزيت ديال الطوموبيل ماشي الزيت ديال الطوموبيل كاين كاين خالتي هنا بمامات عايط الحجيج اتمنى الا يكون المقطع نفسه ويلي شفاك حجيج هل انت عجبني ماما؟ طيب وراه تقدر تقول لك عادي يا شباب الحم انه مقطع النعامه الاكبر كان عادي نعم من المعنى ماذا تفعلان بشطائري؟ ماذا؟ ومتعيط لا لا ليش؟ شنو؟ شطائرون شطائر ما تشربيش اذا كيف يكون اسمي ما تشربيش ها؟ من المفترض ان يكتبوا اسمي لكنهم اخطاوا في التهجي كفاك كذبا لقد قلت انك اشتريتها لا لم يحدث الليلة معاك يعني راسي ضاربني وزدتي علي والله تنعيط الله يحفظك الله يحفظك ما يصلحش معاك تجي وضعك يوم اجازتنا لا تقلق يا صديقي سنعود سريعا اليوم عاد تجي شكرا جزيلا على اليوم الرائع ايها اختي حجيبة ترى توحمات باغا تشرب الزيت ديال الطوموبيل واش نعطيه ليها؟ وغاشمو قوليها لماماك لا والله الا بصح والله الا طلعت الزيت ديال البيدونج ديال الطوموبيل ديال الموطور بغاشمو طلعته للدار قالت لك باغا تشرب منه وشربهاش وقيلا قالت لك شحال شربتي قبيل؟ شويه تصبح التفوق عليا في الكذب لا شويه لا شويه 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 راه بحال 16 ولا والله اختي حجيبه كنا عيطتوا ليها حتى ولدت وصيفطوا لي والله حتى وليت تشرب لي الزيت ها هي خالتي ها خالتي كي دايره بخير هانيه الحمد لله وحياه باغا تشرب لي الزيت ديال الطوموبيل واه انت كتشوف هاتي دوي مع خالتي الله يرحم والديك راه قالت لك شرب شرب خوناتو ليا من الطوموبيل شرب هاد الجرمة وبغى نشم ريحته بغى نشم ريحته كان ذلك خالتي مش كنتي كتوحمي بحياتي يا الحمد لله خرج كنشوف هذاك وانا كنتي كتبوقي
عدنا لتوينا، هذا أول يوم. كنتي كتبوقي. سنصطحبكما في دارنا. كيفاش هي؟ تجديدا ورحوبا. ولكن خالتي راه هاد الزيت ديال الطوموبيل راه بغات تشرب وهي ماشي بغات تشم، هو مسموم. خالتي الدربين غيخرج غيخرج ميكانيسيان ولا سيكليس. لا لا الله يسلمك، ودابا انا شاده في يوسف ونضحك معاه. عيط لك شدي قال لي مني قال لي عيط لك، قلت له صافي عيط له باش نشوفك زعما شنو هذاك ولا لقيت شي انت والله ما متفقه معاه. ما صرفتيش منه. ما متفقه معاه، قلت لك شي حاجه. انا صحاب لي شربت مصرفتيش دابا قال لك نعيط فيها اصلا هي ماما ماما قولي والله ما شرب. قائمة على دراساته تلك الأزرار. لم أذكر شيئا بشأن الأزرار. أجل يا جني أنت لا تفهم تعليماتك في مولاي. نوضح برنامج الدراسة. دابا قناش. راسك وتي من بقاتك تكون سمونا غير حبسك. طلع مولاي. ماشي أنا ماشي بي أنا خويا. قلت لك خوك مصطفى شمات مازور، قلت لي شمات ليسانس، انت مش كتكون طالع من الدروج كديرها تحوي، ترى كاع ما خصك تمشي على الطبيبة، شاد ميكانيسيان. هذا خطر خضرني راسي وخدمي. هو رحت ما بقيتش فيها حاطه فين ما عنديش فين حاطه ناري هادي هادي ما بقيتش من نقول انا ضربه مستقله واري معايا ماما باش تشكى من لقى ماما تيكسر ما قالت لي والله حتى كانت ريحته كتعجبني وراه بصح تقدر تكون شي وحده كتعجبها ريحه ليسونس وداكشي ممكن مشيت تشربو
لا ماشي تشربوا تشموا من اللي كنت ماما كتشربوا. لا واش عارف هذاك الشيء راه برودوشي شي نهار يغرك الشيطان يقول لك شربي حاجه غما. لا انا لا انا ضحكت معاك ولكن ماما ماشي قالت لك تشربوا هاك تشم ريحتو شربي تكول لك السيله. المهم كنتمنى الفيديو هذا يعجبكم. درت شافك مسكين جاب لي حليب قال لي شربي شربي حليب وانا غير ردي داكشي حتى هبيله الدريه ما وطاحت ليا فكره قلت شنو ندير ما ندير كنت باغي نطلع ليسونس ولكن ليسونس ما بقاش كيفاش ندير لي خاصني ومولا مشيت لعند هذوك ما يبغوش يعطيو لي ستاسي ما بغوش يعطيو لي. المهم تهلاو في راسكم و غنمشي الناس فين موت الناس تصبحوا على خير سيف شاربه كيعطرا لي والله ما صافي دابا كنت بغيت نخلي في الطنقه ونزيدو الزيت حتى طلعتي واه صافي غنهبطو سير غدا يلاه باي باي عليكم.